السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا متابعينا، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. فالفيديو إن شاء الله غنوريك طريقة تنزيل البلاي ستور على جميع الأجهزة الحاملة إلى نسخة جوجل تي في النسخة الجديدة اللي ولات كتنزل على جميع أجهزة التلفاز أو أجهزة تي في بوكس. فللأسف الأغلبية ما كيلقاش البلاي ستور كاين، فإن شاء الله غنوريك أول شيء مكان البلاي ستور، وكذلك غنوريك غدير تنزلو على الشاشة ديالك أو جهاز تي في بوكس. اصدقائي رجعنا لكم، احنا دابا امام تلفاز ديالنا كدعم جوجل تي في. بالنسبه للاخوان اللي كيسولونا في كنلقاو البلاي ستور، فالبلاي ستور فهو موجود ولكن للاسف فقط الشكل ديالو او الايكون ديالو ما كيظهرش بحال هادو، هاد لي زايكون ديال يوتيوب بريمير ما كيظهرش. ففين غتلقى البلاي ستور فغتجي لهنايا الابليكاسيون ها هي، وغتهبط هنايا فهذا كامل بلاي ستور كما كتشاهدوا معنا بحال الشكل ديال اندرويد تي في، فهذا كامل بلاي ستور. ولكن الا بغيت باش يظهر لك داك الايكون تما كاين، فشنو غنديروا؟ فهنا غنجيو لهذا المكان هنا فيما قلت لكم لي زابليكاسيون، غنجيو هنا لمكان البحث ونقوموا بتنزيل تطبيق داونلودر. غنمشيو هنا لمكان البحث ونكتبوا دي او دبليو، فقط غتكتب ثلاثه الاحرف الاولى من اسم التطبيق داونلودر. نجيو لمكان هنا البحث، غيظهر معنا التطبيق. ها هو خوتي، فالتطبيق الرسمي فهو الاول اللي فيه هذاك حرف دي هذا، غضغط على زد اوكي. من بعد غتجي هنا ودير له انستالي تثبيت. من بعد ما تقوم بالتنزيل ديالو فغتمشي تعطيه الصلاحيه باش تقدر تنزل منه التطبيقات الخارجيه. فطريقه اعطاء الصلاحيه لتطبيق داونلودر فغنخليك فيديو في علامه الاي في صندوق الوصف، فدخل شوفه. فراني فايت الشرح اصدقائي طريقه تنزيل تطبيق داونلودر على اجهزه جوجل تي في. من بعد خوتي غنديروا له اوفغي ونجيو لهنا المكان الهوم، ها هي خوتي، ونضغطوا على زد اوكي ونطلعوا لهنا ونكتبوا هذا الكود هذا اللي هو 21 4 7 0 8. من بعد ما نكتبوا هذا الكود هذا غنهبطوا، نضغطوا على زر الهبوط هذه البلاصه اللي ولاتنا باللون الاصفر اللي مكتوبه فيها جو، نضغطوا على زد اوكي فغيحولنا الى الموقع اللي غنقدروا ننزلوا منه شكل تطبيق البلاي ستور. من بعد خوتي غيجيبنا لهنا، غنهبطوا واحد شويه ونوليو نرجعوا غنجيو لهذا المكان هذا اللي بالازرق، ها هو اللي مكتوبه فيه البلاي ستور، نضغطوا على زد اوكي وغيبدي يتحمل معنا. من بعد نجيو نديرو هنا انستالي، وها هو التطبيق تم التنزيل ديالو على الشاشه. نضغطوا على زد اوكي، من بعد نخرجوا بحالنا، نمشيو للهوم، غنجيو لهنايا، غنمشيو للاخير، غنلقاو ظهر معنا البلاي ستور، ها هو كما كتشاهدوا معنا الشكل ديالو. نضغطوا على زد اوكي ومبروك عليك، فها هو البلاي ستور تم التنزيل ديالو على جميع الاجهزه الحامله الى جوجل تي في. اصدقائي وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا، سجل معك واحد اللايك، بارطاج الفيديو، الا مكنتش شارك فشارك في القناه وفعل زر الجرس باش ديما توصل الجديد. تهلاو في راسكم وانتظرونا فيديو جديد.